لتحقق حلم الشعراء كما قلت، الذين هم كلهم يباركون هذه التظاهر التي انتظروها طويلا وطالبوا بها في وقت من الأوقات. فتحي النصري وين؟ عبد الوهاب الملوح وين؟ عبد الجبار العش وين؟ أمال موسى وين؟ عادل المعيزي، مراد العمدولي، جمال جلاسي، مجدي بن عيسى، عبد الفتاح بن حمودة، حبيب زناد. أنه محمد صغير اللي تحمد وقتي كان حي، أنت منعته من أنه يلقي الشعر، هذا مكتوب في العريضة. لكن الآن لنكون في مستوى هذه اللحظة، نحن نعيش لحظة تاريخية. كنت نحكي الآن مع الأخوان قلت لهم الحمد لله أن عشنا هاللحظة هذه. إحنا الآن إحنا نحبوا الإيجابية، لكن نحن إلى الآن شعب يضرب الرصاص يقول الإيجابية في بالنا. ما كانتوش حي توا في شارع بورقيبة تقول الإيجابية في بال البارحة. حرام حرام عليكم، سي با بوسيبل. الزحمة إلهي أعني عليهم، لقد عقروا ناقتي وأباحوا دمي في بيوت أذنت بأن لا يراق دم فوق سجادها.